كتاب قرأته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في أول حلقات سلسلة كتاب قرأته، ومع العدد الأول الرجل المستحيل، روايات مصرية للجيب، الاختفاء الغامض للراحل دكتور نبيل فاروق. هي عبارة عن ايه؟ بتخليك او بتشدك من تقرأ القصة. العدد الاولاني الاختفاء الغامض. العدد ده بيبدأ ان في شاب بيقفز من الطائرة وبينزل في نقطة معينة في المطار العسكري، وبيستقبله قائد القوات الجوية ظروف اختفاء دكتور جمال عمر. ومفيش وقت كتير بيمر بوصول ادهم للفندق في قلب باريس، وبتحصل صدمات مع رجال دولة معادية، ومن ضمن الاحداث بنلاقي ان في شاب بيوصل للفندق قبل اختفاء دكتور جمال عمار مع جده المريض بحالات الصرع او نوبات الصرع.